نحكي على سيدي بوزيد وخاصة أنه نهار 16 و17 ديسمبر يعني هما على نهارين ستوامي بالمناسبة هما يومان ولكن نقول لهم وهذا هي الرأي لا أهلا ولا سهلا بالرئاسات الثلاث. شوف تعرف دليل على محاولة تركيع أما أهلا وسهلا بالرباعي ذولي ستوامي الرباعي مؤسسة وطنية مؤسسات وطنية وهي تدافع عن تونس. أعطيك مثال جاء أخيرا لسيدي بوزيد جاءت مراسلة من مؤسسة الرئاسة تقول إن الفضاءات أمام الولاية التي نحتفل فيها بالعادة في العام الماضي هي لا يمكن لأي كان أن يحتفل فيها أو أن ينظم فيها نشاطا ما لأنها ستكون على ملكي أو تحت ذمة الحرس الجمهوري أو الحرس الرئاسي أو الأمن الرئاسي. نحن نقول إن المكان الذي حرق فيه البوعزيزي نفسه هو أمام ولاية سيدي بوزيد وهو ملك لنا وليس ملكا للأمن الرئاسي وليس ملكا لرئاسة الجمهورية وليس ملكا للمؤسسات الثلاث. هو رمز وسنكون فيه وسنقرر فيه ماذا نفعل. وحينما نقول لا أهلا ولا سهلا لا يعني هذا أننا أننا سنرميكم بالحجارة. أنتم لا تستحقون حتى أن ترموا بالطوب. نحن نقول لكم إن من ينجز يمكنه أن يحتفل به. لو جئتمونا بصفتكم ضيوفا كراما أهلا وسهلا، أما صفاتكم السياسية فاتركوها عندكم ولن نستقبلكم. ومن يستقبلكم فإنما هو يتآمر على الثورة وأهالي سيدي بوزيد النشامة الصناديد الكرام. شوف الثورة الاستعمار الفرنسي أخرجه فلاقة سيدي بوزيد وقفصة والجنوب التونسي. الآن لن تدخلوا باستعمار جديد. نحن في انتظاركم. مرارة كبيرة. We'll be right back.